بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير. الحقيقة اليومين اللي فاتوا البرنامج كان أجازة زي ما حضراتكم عارفين، وشفت خلال اليومين أو الثلاث أيام اللي فاتوا هري كتير الحقيقة، وكلام كتير جدا وتندك كتير. والحقيقة أنا كان نفسي جدا 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 أطلع من الأجازة اللي أنا فيها عشان أطمن حضراتكم ونتكلم في كل حاجة. هقول لحضراتكم كلام مختصر وواضح وصريح. إدارة قناة النادي الأهلي كلهم من ولاد النادي الأهلي. لو اتكلمنا عن شركة لايف اللي بتدير القناة، كلنا الحقيقة ولاد النادي الأهلي. وزي ما بنقول دايما، في حاجة مهمة جدا نرجع بيها لحضراتكم، مجلس إدارة النادي الأهلي هو مجلس بروح الفانيلا الحمراء. وبما أن الشعار ده اللي بيتخذه مجلس إدارة النادي الأهلي، ده كمان نفس الشعار اللي بتتخذه شركة التي تدير قناة النادي الأهلي. مجلس إدارة شركة لايف هو مجلس بروح الفانيلا الحمراء. مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة شركة لايف دايما بروح الفانيلا الحمراء، وخدوا بال حضراتكم، دايما إيد واحدة، دايما إيد واحدة. احنا منكم، احنا مشجعين للنادي ده، ولأننا منكم وعارفينكم كويس جدا جدا جدا، وعارفين كمان إيه اللي ممكن يحصل وإيه اللي بيحصل، وعارفين نفسكم في إيه، وعارفين نفسكم تسمعوا إيه. إحنا كمان بنعرف إمتى نتكلم وبنعرف إمتى نسكت. والبطل دايما يا جماعة هادي، بس هدوءه مطمئن، لأن إحنا عمرنا ما فرطنا في حقوقنا ولا في حقوق النادي الأهلي. بالعكس، احنا دايما متمسكين بحقوقنا، ولكن بإيه؟ بالطرق الشرعية والقنوات الشرعية. عشان كده لن نسمح بأي تجاوز في حق النادي الأهلي ولا في حق قناة النادي الأهلي. وده شفتوه الفترة اللي فاتت، وحضراتكم هتشوفوه خلال الفترة اللي جاية. لكن احنا دايما هنا في قناة النادي الأهلي بنكون دايما رد فعل، بس رد فعل ايه بقى؟ رد فعل مؤدب ومحترم وهادي، رد فعل وفقا لمبادئ النادي الأهلي ووفقا لمبادئ ولاد النادي الأهلي. كل خطوة عندنا وكل كلمة مدروسة ومحسوبة كويس جدا جدا. يمكن أحيانا بيتقال حاجات هنا بتستعجبوا عليها، او حتى يمكن بتستعجبوا على الهدوء اللي احنا فيه، لكن دايما بكره لما بيجي، وكده كده ان شاء الله دايما بكره بيجي، بتطمنوا وبتعرفوا ان النادي الاهلي وابناء النادي الاهلي دايما صح، دايما صح. بالمناسبه احنا مجموعه مش فرد، الاهلي بمجلس ادارته، بمجلس اداره شركه لايف اللي بتدير هذه القناه، وأعضاء النادي الأهلي وأعضاء جمعية العمومية في النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي، كلنا في النهاية إيد واحدة، دايما بنبقى إيد واحدة. وهبدأ معاكم بأول موضوع وموضوع الساعة. الحقيقة في قرار تم اتخاذه، قرار إداري الحقيقة تم اتخاذه النهاردة الصبح، صدر من قناة النادي الأهلي. ناس تقول إيه بقى؟ هو يا كابتن اسلام، بلاش كابتن اسلام، هو ده توقيعك يا عم اسلام الشاطر؟ هو ده توقيعك؟ توقيعك على القرار الصادر ده ولا مش توقيعك؟ هل ده قراركم ولا مش قراركم؟ طيب خليني اقول لحضراتكم الحقيقه، لان هناك البعض خد القرار ده ووداه في حته غريبه جدا جدا، ولكن خليني اقول لكم، هو قرارنا ومش قرارنا. هتجننا ولا ايه؟ لا، قرارنا ومش قرارنا هقول لكم ازاي. يعني في النهايه ده قرار مجلس اداره النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي اللي دايما عارف امتى يتكلم وامتى يحط نقطه نظام. ده قرار صادر من مجلس اداره النادي الاهلي بالتنسيق طبعا مع اداره القناه. قرار ان قناه النادي الاهلي لا تنجرف لأي مهاترات ولا ترد على أي إساءات أو تجاوزات إلا بالرجوع والتنسيق مع مجلس إدارة النادي الأهلي
للحفاظ على حقوق النادي الأهلي المشروعة وحماية الحقوق بتاعتنا. عشان كمان بالمناسبة يعني ما ننجرفش لفكرة إيه؟ الرد بالرد على أي مهاترات بتحصل ولا أي كلام بيتقال. لكن كل ده ليه؟ كل اللي أنا بقوله ده ليه؟ لأن النادي الأهلي ومجلس إدارته وقناته عندهم إيمان كامل بحاجة واحدة، إيمان وثقة كبيرة جدا بكل القنوات الشرعية التي تحفظ حقوق النادي الأهلي وهترجع حقوق النادي الأهلي. وبناء على قرار مجلس الإدارة والتنسيق من خلال إدارة الشركة كتبنا القرار ده وبعتنا لزملائنا. كلنا إيد واحدة يا جماعة، هننفذ قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بإعلاء الروح الرياضية والابتعاد تماما عن كل المهاترات ونبذ التعصب، وبالتأكيد إعلاء لمصلحة الوطن اللي هي إيه؟ اللي أنا بقوله ده كله إيه؟ مبادئ النادي الأهلي والمبادئ اللي إحنا دايما بنمشي عليها. الأهلي وشركة إدارة قناته كيان واحد، وإيدينا دايما في إيدين بعض، بننتمي للكيان بفلسفة مجلس إدارة النادي الأهلي، عائلة النادي الأهلي، ودايما بروح الفانيلا الحمراء. دايما بروح الفانيلا الحمراء. مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة شركة لايف الحقيقة بيحاولوا دايما في اتجاه واحد فقط، وهو إعلاء الروح الرياضية ونبذ التعصب. وزي ما قلت لحضراتكم مش هنسكت على حاجة بتسيء للنادي الأهلي، ولكن الشرعية والقنوات الشرعية اللي اتخذها النادي الأهلي خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا هو ده اللي هنمشي عليه، وهو ده الأسلوب اللي دايما هنتبعه خلال الفترة القادمة. كان مهم جدا جدا إن أنا أوضح الكلام ده لحضراتكم، لأنه الحقيقة في كلام كتير جدا جدا عمالين نسمعه وإحنا قاعدين، كل واحد بيشوف شغله وكل واحد بيشوف هيعمل إيه الفترة اللي جاية. وفي النهاية القرارات اللي بيتم اتخاذها دائما بتكون بالتنسيق ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة شركة لايف، لأن هو ده اللي في النهاية اللي الجمهور عايزه. هنعمل لحضراتكم اللي انتوا عايزينه، ودايما هتبقوا واقفين بظهرنا، لأن القناة دي خلال الشهرين اللي فاتوا والتطور الكبير اللي حضراتكم شفتوه حصل إزاي؟ من أول برنامج 10 الصبح كابتن مصطفى عبده وعودة كابتن مصطفى عبده، برنامج المحترف مع كابتن هاني رمزي، بقية البرامج اللي موجودة، برنامج ملك وكتابة وعودته لوقته الحقيقي، برنامج خط أحمر وخروجه من البيت الكبير كفقرة، وإن احنا نرجعه يوم السبت في حلقة الكل بينتظرها، بقية البرامج، برنامج الأبطال والكابتن هيثم سعيد، كل البرامج اللي موجودة، وحتى الأجبال مع الكابتن أسامة حسني بيتكلموا مع حضراتكم على كل ما يخص الأجبال في كل النادي الأهلي. ترند، برنامج الترند وكل السوشيال ميديا، برنامج السادسة والأحمد سمير واللي بيعمله. التطور اللي حصل خلال الشهرين اللي فاتوا دول، التطور اللي أنا بقوله لحضراتكم حصل خلال الشهرين اللي فاتوا كان بسبب وقوفكم ورانا، جمهور النادي الأهلي ووقوفه ورا هذه القناة. نسب المشاهدة عليت بطريقة كبيرة جدا جدا جدا. أنا عارف إن في ناس بتصطاد في المياه العاكرة زي ما بيقولوا، والناس دي مستنية أي أخطاء أو أي حاجة بتحصل، ولكن إحنا دايما حاطين قدام عينينا حاجة واحدة فقط، وهي مصلحة بلدنا ومصلحة نادينا. هو ده اللي احنا دايما بنتكلم عنه. وكل الاحداث اللي كنا بننقلها مباشره لحضراتكم خلال الفتره اللي فاتت، سواء مباراه الترجي في الدور القبل النهائي او مباراه كايزر تشيفز، والاشاده اللي احنا دايما بنسمعها في الاخر نيجي ونسيب جمهور النادي الاهلي، ابدا، عمرها ما هتحصل. ده احنا من جمهور النادي الاهلي، هو واحد فينا. لو انا ما بشتغلش في القناه يبقى انا مش هبقى من جمهور النادي الاهلي، هرجع واروح اقعد في المدرجات مره تانية، ويا رب نرجع ونقعد في المدرجات مره تانية. وبالمناسبه هو ده اللي هنتكلم عنه النهارده في الجزء الثاني من هذه الحلقه، ازاي يرجع الجمهور للمدرجات. اتكلمنا مع حضراتكم في الترند الايجابي في كل الحلقات اللي كانت في البيت الكبير. احنا سهل جدا ان احنا نطلع ونشتم هنا ونتكلم هنا ونبقى ترند بس سلبي، لكن احنا دايما بناء على اخلاق ومبادئ النادي الاهلي بنبص للترند الايجابي. الترند الايجابي اللي احنا من اول حلقه لغايه دلوقتي بنحاول نشتغل عليه، ولكن عمرنا ما هننسى الاساءه،
ودايما هنرد الإساءة ولكن بطريقة النادي الأهلي وبأسلوب النادي الأهلي. وخلي بال حضراتكم، قناة النادي الأهلي هي درع وسيف للنادي الأهلي وستظل كذلك. اللي موجود موجود، الأسماء دي كلها هتمشي وهيجي غيرها، الأسماء اللي موجودة دي كلها هتمشي وهيجي غيرها. لكن بالمناسبة احنا نزلنا اتفرجنا مع حضراتكم على كل المباريات خلال الفترة اللي جاية، وان شاء الله الثمان المباريات اللي جاية هيبقى ليهم وضع خاص معانا. هقول لحضراتكم ليه نزلنا مع حضراتكم في الشارع واتفرجنا على المباريات، لان احنا دائما بنؤمن دور جمهور النادي الاهلي. دور جمهور النادي الاهلي اللي خلى نسب المشاهدة في قناة النادي الاهلي خلال الشهرين اللي فاتوا 10 أضعاف ما كانت عليه قبل كده. فعشان كده انا بقول لحضراتكم احنا كلنا ايد واحدة، روح الفانيلا الحمراء هي اللي مسيطرة علينا، مش حاجة تانية. اي قرار بيتم اتخاذه هنا بيتم اتخاذه بالتنسيق مع مجلس ادارة النادي الاهلي اللي هو دايما واقف في ظهر جمهوره ويعرف امتى يتكلم وامتى ما يتكلمش وامتى يحافظ على حقوقه، او دايما بيحافظ على حقوقه ولكن دائما من خلال الطرق الشرعية والقنوات الشرعية. هو ده النادي الاهلي، وهو ده اللي احنا بنتعلمه في النادي الاهلي. كل اللي بيحصل خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا دول هوا هوا، محدش بيبص له. كل جمهور النادي الاهلي النهارده، كل الناس بتبعت لي، التليفون مش معايا، كل جمهور النادي الاهلي بيبعت لي بيقول لي يا كابتن اسلام احنا متاكدين ان قناه النادي الاهلي دايما دايما بتبقى في ظهر النادي الاهلي. وهذه هي الحقيقه، لان السكوت ليه وقت والرد ليه وقت. ولكن في النهايه مجلس اداره النادي الاهلي، مجلس اداره شركه لايف اللي بتدير قناه النادي الاهلي، بيبصين لحاجه واحده بس، اعلاء مصلحه الوطن. وده الدور اللي دايما بيعمله النادي الاهلي خلال الفتره السابقه، اعلاء مصلحه الوطن، وثانيا نبذ التعصب. النادي الاهلي هو الكبير، هو دايما اللي لازم يلم الناس كلها بدون ان نبدي اي ضعف، ولن يحدث. كلنا كلنا، ما بقول النادي الاهلي يبقى جمهور وشركه، مجلس اداره وجمهور وشركه وجمعيه عموميه، كل الناس كل الناس لن نقبل الاساءه للنادي الاهلي. مهم جدا الكلام ده حضراتكم تعرفوه، ولكن اعلاء مصلحه الوطن وعوده الجمهور ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. الكل يريد عوده الجمهور للمدرجات خلال الفتره اللي جايه. هنبدا ازاي بهذا الموضوع؟ دايما هنبدا من خلال النادي الاهلي الكبير، البطل الهادي اللي بيعرف امتى يرد وامتى ما يردش. هذا هو الفارق الكبير الكبير، مهما عملته ومهما حصل يظل دائما النادي الاهلي هو الكبير. والنادي الاهلي عارف امتى يرد وامتى ما يردش، ويرد على ايه وما يردش على ايه، لان في حاجات لا تستحق الرد، لا تستحق الرد. فعشان كده انا بشكر حضراتكم جدا 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 على اهتمامكم بكل ما يخص هذه القناة. وإن شاء الله أوعد حضراتكم خلال الفترة اللي جاية، بالمناسبة إحنا في برامج جديدة خلال أسبوع 10 أيام بالكتير هتشوفوها على شاشة قناة النادي الأهلي. كل ده بيتعمل بالاتفاق طبعا مع مجلس أمناء النادي الأهلي، مجلس أمناء شركة وشركة الأهلي الإنتاج الإعلامي، اللي دايما بنتشاور معاهم في كل شيء. وأنا قاصد إن أنا أقول الكلام ده، دايما بنتشاور معاهم وبيتم اتخاذ اللي دايما الكل بيشوف فيه مصلحة جمهور النادي الأهلي. محاضر مجلس الإدارة خلال الأيام القادمة حضراتكم هتشوفوه، حضراتكم هتشوفوا العظمة، عظمة اتخاذ القرارات كان بيتتخذ إزاي من مجالس إدارة النادي الأهلي أو من محاضر مجالس إدارة النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. هنعمل لحضراتكم برنامج إن شاء الله يبقى مفاجأة ليكم، حصاد الأبطال. هنتكلم مع حضراتكم أو هنعمل لحضراتكم كل اللي أنتوا عايزينه خلال الفترة اللي جاية، لأن في النهاية عندنا شركة لايف، عندنا مجلس إدارة النادي الأهلي، عندنا مجلس الأمناء لقناة النادي الأهلي، هم اللي دائما على قلب رجل واحد وبيتخذوا كافة القرارات اللي جمهور النادي الأهلي بيراها صحيحة. أنا بشكر حضراتكم جدا مرة تانية على الاهتمام الكبير جدا جدا، بس من فضل حضراتكم لا تنساقوا للإشاعات، لا تنساقوا للكلام المغرض، ما تنساقوش. خلي بال حضراتكم في ناس كل غرضها كل غرضها ان هي توقع النادي الاهلي، هما بعض من لا يشجع النادي الاهلي طبعا، كل غرضهم
ان هم يوقعوا النادي الاهلي، وده مش هيحصل طول ما حضراتكم موجودين، طول ما جمهور النادي الاهلي موجود. فمره ثانيه انا بشكر حضراتكم جدا 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 على كل هذا الاهتمام، وارجو ان انا اكون وضحت لحضراتكم الحقيقه كامله باختصار وبوضوح. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هرجع اتكلم بقى عن الثمان مباريات القادمه والدوري العام المصري، وهي ليه المقدمة اللي أنا قلتها دي، وليه الناس عايزة تودينا دايما للاتجاهات دي عشان تبعدنا عن الثمان مباريات. هرجع أتكلم في هذا الأمر ولكن بعد هذا الفصل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. بيقولوا لي إن في ردود أفعال كبيرة جدا على الكلام اللي إحنا قلناه، ولكن دائما إحنا ما بنقولش غير الحقيقة، ولأن الحقيقة هي اللي بتوصلنا للي إحنا عايزينه، وهو النادي الأهلي ومصلحة النادي الأهلي، وقبل كل ده مصلحة بلدنا. وهنفضل نتكلم، وهنفضل دايما نتكلم مع حضراتكم بمنتهى الوضوح. فأنا بشكركم مرة تانية وتالتة وعشرة، ودايما كل الشكر لجمهور النادي الأهلي. الحقيقة هو ليه اللي بيحصل التلات أربع أيام اللي فاتوا دول؟ اللي بيحصل خلال التلات أربع أيام اللي فاتوا دول لغرض، أكيد مفيش حد بيعمل حاجة بدون غرض. الغرض الرئيسي إن الناس عايزة تبعد حضراتكم جمهور النادي الأهلي عن مشاركة ودعم ومساندة الفريق خلال الفترة اللي جاية. تمن مباريات متبقية على نهاية الدوري، الكل عايز يعمل إيه؟ ما أنا مش عارف أكسب حد، أو مش عارف أكسب النادي الأهلي على الأرض، أنا بتكلم بصفة عامة، مش عارف أكسب النادي الأهلي في التسعين دقيقة وعلى الملعب. فبعمل إيه؟ بودي اللعيبة وبودي جمهور النادي الأهلي اللي هو السند الأول دائماً للنادي الأهلي، بوديه بعيد عشان ما يركزش وما يساندش فريقه. فخدوا بال حضراتكم من اللي بيحصل خلال الثلاث أربع أيام اللي فاتوا، خدوا بال حضراتكم من الفخ اللي دايما بيتعمل علشان جمهور النادي الأهلي يبعد عن فريقه. ولكن احنا عندنا جمهور واعي، وجمهور عارف كويس جدا جدا إن أهم حاجة خلال هذه الفترة هو دعم الفريق خلال الثمان مباريات القادمة. الثمان مباريات القادمة هي بالنسبة للعبة النادي الأهلي وجهازه الفني ومجلس إدارته وجمهوره الدوري رقم 43. الدوري رقم 43، هندور على الدوري رقم 43، وحنموت نفسنا في الملعب بشكل رياضي علشان نكسب الثمان مباريات دي ونفوز بالدوري رقم 43. مش عايزين اللعيبة تركز في أي حاجة غير في الثمان مباريات القادمة. الثمان مباريات القادمة هي أساس كل شيء خلال الفترة اللي جاية، والكلام ده واصل لكل اللاعبين والجهاز الفني. علشان كده الناس بتحاول تبعد الجمهور اللي هو المحرك الرئيسي والمحرك الأساسي للعبة النادي الأهلي. فلا، مش هننجرف ونروح نتكلم عن قناة الأهلي ونتكلم عن مجلس إدارة الأهلي، لا، هندعم الفريق وهنساند الفريق خلال الفترة اللي جاية، لأن الثمان مباريات القادمة هي الدوري العام رقم 43 اللي ان شاء الله هيكون جوه النادي الاهلي، وهيتحط في الدولاب، هيتحط في الدولاب اللي حضراتكم دايما بتشوفوه كاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي لما بيحب يخش النادي الاهلي علشان يتفرج على دولاب البطولات. هو ده دايما اللي احنا بنفتخر بيه وبنبقى سعداء بيه، الدولاب اللي حضراتكم دايما بتشوفوا صورته. والدولاب ده هو الفرق ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني. تمن مباريات القادمة كل المساندة وكل الدعم للفريق النادي الأهلي للفوز بالتمن مباريات، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونجيب الدوري رقم 43 نحطه في الدولاب، ونجيب الكاس رقم 38 نحطه في الدولاب، ونجيب كاس أفريقيا رقم 11، دوري أبطال أفريقيا رقم 11 ونحطه في الدولاب، ولن ننساق إلى أي مهاترات هتحصل خلال الفترة اللي جاية. عندنا هدف، هدفنا الوحيد هو الدوري العام المصري رقم 43، ومن بعد كده مساندة منتخبنا الوطني علشان تصفيات كاس العالم. هو ده اللي احنا هنعمله خلال الفترة اللي جاية. فمش عايز حضراتكم تبعدوا تفكيركم عن مساندة الفريق خلال الفترة المهمة جدا جدا القادمة. أخبارنا إيه النهاردة؟ كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بيتفقد المرحلة النهائية من جراج فرع مدينة نصر، ويجتمع مع الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع. اللي أمام حضراتكم ده أسطورة كرة القدم في مصر،
النجم الكبير كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اللي كلنا بنحبه وكلنا الحقيقة بنبقى سعداء لما بنشوفه سواء على التلفزيون أو لو إحنا بيبقى عندنا حظ شوية إن إحنا نشوفه على بشكل شخصي. فالحقيقة هذا الرجل النهاردة وأنا عايز أقول لحضراتكم إن هو بيحاول دايما خلال الفترة اللي فاتت إن هو يصل بالإنشاءات داخل كل مقرات النادي لأعلى مستوى، وده هنوريه لحضراتكم خلال الفترة اللي جاية من خلال شاشة قناة النادي الأهلي اللي بالمناسبة هتعمل لكم شغل كبير جدا في إطار هذا الموضوع في الفترة القادمة. ده جراج النادي الأهلي في مدينة نصر اللي هيحل أزمة كبيرة جدا جدا جدا. كابتن خطيب من أول يوم، كابتن خطيب ومجلس إدارته من أول يوم الحقيقة بيحاولوا إن هم يحلوا المشكلة دي، والحمد لله توصل الكابتن محمود ومجلس إدارة النادي الأهلي لاتفاق مع إحدى الشركات اللي بتنفذ جراج النادي الأهلي فرع مدينة نصر اللي حي إن شاء الله هيودينا في حتة تانية، هيودينا في حتة تانية، لأنه في النهاية محمود الخطيب ومجلس إدارته كل اللي عايزينه هو رضا جمهور النادي الأهلي وأعضاء جمعيته العمومية وكله في إطار شيء واحد فقط وهو إعلاء مصلحة البلد قبل أي شيء آخر. حضرتك لما تعمل جراج زي ده، المكان ده كنت تقدر تعمل فيه 100 حاجة، ولكن إن أنت تعمل جراج زي ده قد إيه السيولة المرورية هتبقى جيدة، هيبقى عندك جراج بهذا الحجم الكبير جدا جدا جدا، وحليت مشكلة. أنا مش من سكان مدينة نصر الحقيقة، ولكن أنت حليت مشكلة كبيرة جدا 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 ومشكلة قديمة بقالها فترة طويلة جدا. بيصارع الكابتن محمود ومجلس إدارته من 3 سنين ونص لغاية الآن عشان تشوفوا اللي حضراتكم شايفينه ده إنجاز كبير. إنجاز كبير، إنجاز كبير وعظيم يستحقه أو تستحقه الجمعية العمومية للنادي الأهلي. يا عم إسلام إنجاز إيه؟ أيوة إنجاز، لأنه حضرتك إن أنت تاخد جزء كبير جدا من النادي وتعمله باركنج كبير للعربيات، يعني الناس كلها كانت تقول لك ايه اركن بره وخلاص، ولكن اتساقا مع ما يحدث في البلد عملنا الجراج داخل النادي الاهلي علشان الناس كلها تبقى مستمتعه. شايفين حضراتكم المنظر عامل ازاي؟ ده لسه يعني لسه لم ينتهي لنهايته، يعني منظر رائع. والحقيقه انا بقى احيي مجلس اداره النادي الاهلي على الاداء الكبير جدا. بنصور الايام دي الانشاءات اللي هتحصل او اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت وقد ايه تطوير كبير جدا في كل انشاءات النادي علشان حاجه واحده فقط، اعضاء الجمعيه العموميه يبقوا قاعدين مستريحين. وبرنامج عائله الاهلي اللي وعد بيه كابتن محمود الخطيب منذ 3 سنين ونص لغايه دلوقتي بيحاول بنسبه 100% تحقيقه قبل نهايه ال4 سنوات، وان شاء الله اكتر من 100%. انا مش عايز بس احرق لحضراتكم الموضوع، ولكن ان شاء الله في وقت قريب جدا في خلال ايام او اسابيع قليله هتشوفوا ما حدث من تطور كبير في كل مقرات النادي الاهلي، وبدون اي تحيز وبدون اي حاجه هتشوفوا حضراتكم ان النادي الاهلي اصبح نادي عالمي في كل شيء، في ادارته لكره القدم وادارته للالعاب، وفي نفس الوقت من ناحية الإنشاءات داخل المقرات المختلفة في فروع النادي الأهلي، سواء مقر الجزيرة، سواء مقر مدينة نصر، سواء مقر النادي الأهلي في الشيخ زايد، أو المقر الجديد اللي في التجمع الخامس اللي هتشوفه إن شاء الله فيه مفاجآت كبيرة جدا هنوريها لحضراتكم خلال الفترة اللي جاية، وأيضا مقر النادي الأهلي أو فرع النادي الأهلي في الأقصر. هتشوفوا حاجات جميلة جدا جدا بتحصل، وكل ده علشان زي ما دايما بقول لحضراتكم اعضاء الجمعيه العموميه يبقوا قاعدين مبسوطين باسم ناديهم، فخورين باسم ناديهم، وهو ده اللي دايما بيسعى ليه مجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب. افشه كاف بيختار هدف افشه الافضل في دوري ابطال افريقيا. اعلن الاتحاد الافريقي لكره القدم فوز هدف محمد مجدي افشه لاعب النادي الاهلي في مرمى بيتا كلوب بدور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا بجائزه افضل هدف في البطوله. ونشر كاف على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك للسنه الثانيه على التوالي هدف مجدي افشه امام بيتا كلوب يفوز بالتصويت لافضل هدف في هذا الموسم. وتفوق هدف افشه
على منافسه الجنوب افريقي هابي مشياني. لاعب فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي الذي سجل هدفه في مرمى بيترو اتلتيكو الانجولي في مرحله دور المجموعات. قفشه النهارده بيكمل عامه الثاني داخل جدران النادي الاهلي. خلينا نروح نشوف بما انه جاهز مع حضراتكم معانا، خلينا نوري جمهور النادي الاهلي ماذا قال قفشه عن وجوده للعام الثاني على التوالي في النادي الاهلي. قفشه قال: سنتين مروا على انتقالي للنادي الاهلي، افضل حاجه حصلت في حياتي على مستوى مسيرتي الرياضيه وكره القدم. ما كنتش اتخيل الوقت يمر بالسرعه دي، بفضل الله سنتين بطولات كبيره وانجازات كثيره. قبل ما اجي النادي الاهلي كان ممكن اقول دي بطولات كتيره جدا، وبعد ما لعبت وفهمت طبيعه النادي نكمل وجمهوره طلعوا مش كفايه، لان مفيش كفايه في النادي الاهلي. ان شاء الله ان كان لينا نصيب نعيش معا الاهلي سنين وبطولات وانجازات، لان اغلى حاجه في النادي ده الوقت، يا تخرج منه كاتب التاريخ يا تخرج منه تاريخ لم يكتب. شكرا جدا على كل كلامكم الطيب ومشاعركم الجميله. انا الحقيقه اللي بشكرك يا قفشه، انت واحد من الناس المحترمه اللي كل جمهور النادي الاهلي بيحبه، وكل جمهور النادي الاهلي عارف قد ايه انت شخص طيب وشخص محترم. كل لعيبه النادي الاهلي اللي هيكون ليهم مسانده كبيره جدا جدا من الجمهور خلال الفتره اللي جايه، جمهور واعي، جمهور كبير، عارف قيمه اسم ناديه، وعارف قد ايه ان النادي ده بيتعرض لاشياء كثيره جدا. ناس بتقول لك ايه، بص العصفوره، بس مش ده جمهور النادي الاهلي، مش جمهور النادي الاهلي اللي بيبص للعصفوره، مش هتعرفوا تلهوه، مش هتعرفوا تودوه في اي حته، لان جمهور النادي الاهلي هو جمهور واعي. 8 مباريات من نار جوه الملعب، من نار جوه الملعب، عشان الدوري يفضل في مكانه، يفضل في دولابه في مقر النادي الاهلي في الجزيره. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل 4 من نجومنا الكبار، 4 من النقاد الرياضيين الحقيقه اللي ليهم وزن وليهم كلمه في المجتمع الرياضي المصري. هنتكلم معاهم في ايه؟ كيفية عودة الجمهور، كيفية عودة الجمهور للمدرجات خلال الفترة اللي جاية. 4 من نقادنا الرياضيين الكبار، الأستاذ جمال الزهيري والأستاذ محمود صبري والأستاذ سامي عبد الفتاح والأستاذ عصام شلتوت، هيكونوا معانا الجزء الأخير من هذه الحلقة. اطلع فاصل، وبعد الفاصل نستقبل ضيوفنا الكبار. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، فقرتنا الاسبوعيه الدائمه مع 4 من نقادنا الرياضيين الكبار الحقيقه واساتذتنا الحقيقه. هم مش نقاد رياضيين ولكنهم كتاب في كل واحد في جريدته وكل واحد في موقعه، ناس دايما الحقيقه كنا بناخد بارائهم لانهم لهم اراء جريئه واراء ايجابيه دائما. خلوني ابدا باستاذنا استاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ ازيك يا كابتن، وحشنا جدا. ربنا يخليك. ايضا معانا اسبوع بس لكن وحشنا. اسبوع بيحصل فيه حاجات. ايوه طبعا. كل سنه حضرتك طيب. حضرتك طيب. ايضا استاذنا الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ تشرف ومنور. انت المنور كالعاده دائما. الله يخليك كابتن. ايضا استاذنا استاذ سامي عبد الفتاح. ازيك يا استاذنا؟ مساء الخير. اخبار حضرتك يا كابتن اسلام؟ الحمد لله تمام، وسعيد دايما بوجود النخبه دي ووجودي معاك. ربنا يخليك. ايضا استاذنا الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذنا؟ ازيك كابتن؟ حضرتك دايما كده ربي بكل خير في الصحبه الجميله دي، دايما منورنا، والحقيقه دايما بنستمتع بارائكم. عشان كده انا لازم ابدا باهم موضوع، وهو عوده الجمهور. كيف يعود الجمهور الى المدرجات مره اخرى خلال الفتره القادمه؟ طبعا الجمهور احنا يعني بدا غياب الجمهور بسبب التعصب وبسبب الشغب وبسبب امور من هذا النوع. أيوه. الامور هديت شويه مع الوقت، لكن الحقيقه جت بقى كورونا لتمنع الجماهير مش عن الملاعب المصريه فقط، عن العالم كله. انما عوده الجمهور مساله مرتبطه بالنظام اللي بيطبق داخل الملاعب. نظام اداره المباريات، نظام دخول وخروج اللاعبين، معاقبة المخطئين. لما يبقى في حد بيغلط او بيتجاوز لابد من عقابه عشان يبقى في التزام. زي ما كانت ملاعبنا زمان يا كابتن اسلام، الناس كانت بتدخل وكل واحد بيشجع فرقته ودون اي تعرض للفرق الاخرى. مزبوط. او لجماهير الفرق الاخرى. فنمرة واحد تطبيق قانون
كانت لا عارف برضو خلينا نتكلم بصدق في هذا الموضوع ان ده ما بتبقى فيه المناوشات اللطيفه العاديه دي عاديه اللي بتحصل في كل انحاء العالم دي طبيعيه في كل الملاعب. لا 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 دي انا مش بقصدها خالص. أيوه. انا اللي بقصده انه يبقى فيه حملات موجهه ضد ناس ضد فريق ضد لعيبه معينه. أيوه. وتصل الامور الى درجات سيئه جدا من الخروج عن الاداب العامه. أيوه. لكن طبيعي جدا ان يبقى فيه نوع من مش هقول تلاسن بس في هزار مقبول. أيوة. وفي هزار تقيل مش مقبول. فلابد من معرفة المتسببين وزي ما بنشوف في الملاعب الأوروبية كابتن ناس معروفة بالاسم لأن مش كل الجمهور على فكرة هو اللي بيرتكب هذه الأخطاء. طبعا اللي بيرتكب هذه الأخطاء مجموعة محددة وقد تكون معلومة يعني معلومة شخصيا بالنسبة لمثلا منظمي المباريات. في أشخاص معينين معروفين دول اللي احنا بنسمع عنهم بيتحطوا في البلاك ليست يمنع من دخول المباريات يمنع من دخول الملعب للتشجيع. أيوه. ده أمر طبيعي إنما بنظلم الجمهور العادي لو قلنا إن الجمهور هو اللي بيمارس الشغب. لا بس المشكلة إن هذه القلة البسيطة ممكن هي اللي تقود الجماهير. يعني لو واحد طلع بهتاف خارج بيبقى في ناس على فكره بتقعد قبل الماتشات تكتب الهتافات دي وتعملها على وزن شعر وحاجات يعني. أي. في ناس متخصصه فدول هم اللي بيثيروا الفتنه. انما الجمهور العادي كان موجود في الملاعب ويعني كان سلوكياته عاديه جدا وما كانش فيه مشكله. استاذ محمود بص حضرتك انت لو لاحظت وشفت يعني اوروبا عانت قد ايه لما الجمهور بعد عن الدوريات بتاعها فلما جت الفرصه وتم التطعيم في كورونا يعني 50 و60 الف خلاص يعني الدوري الدوريات الاوروبيه جايه كامله العدد على فكره انت بقى ايوه هتبقى كامله العدد خلاص دوري خلاص هي خلاص هيبقى راجع الجمهور راجع بكثافه خلاص الموضوع انتهى. ايوه انت ده اسميه تقدر تسميه مشروع دوله مش مشروع نادي ولا مشروع اتحاد الكوره يقدرش ياخد فيه قرار. أيوة. يعني لازم يكون في دافع من الامن نفسه بالاتفاق مع اتحاد الكوره والانديه في اليه الوضع انك انت ترجع الجمهور. طب انت عندك الاليه جاهزه؟ انا عندي الاليه جاهزه انا عملت حاجه اسمها تذكرتي حلت لي مشكله كبيره جدا ان بعرف البيانات بتاعت الناس اللي جايه عاوزه تدخل الماتشات في كل نادي عنده جمهور اللي هو عاوز يدخل المباراه. طيب هتقول لي حضرتك هل طبقت اشتراطات النيابه اللي اتعملت قبل كده وتنفذها وكل مره بنقعد نتكرر نفس الكلام يعني الملاعب فيها كاميرات يعني الملاعب فيها بوابات يعني المقاعد مرقمه وجاهزه يعني في الفواصل موجوده وهل كل الحاجات دي موجوده في كل الملاعب؟ طيب دي حاجه ده جزء مهم جدا. الجزء الثاني ليه ما تفكرش انك انت لما المباراه اللي على ملعب الاهلي بجمهور الاهلي فقط ولما الاهلي يلعب مباراه خارج ملعبه يبقى جمهور الفريق المنافس يعني عشان ايه تخف من حده ايه العديد من الامور اللي نقدر يعني تقدر انت ايه تقدر تخف. لكن دي كابتن سام مش عاوزه يعني عاوزه يبدا من دلوقتي لو 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 في اتجاه لعوده حتى لو على الاقل 5000 مشجع لو قلنا لو افترضنا على الاقل يبدا من دلوقتي ترتيب وتنظيم وتتعمل يعني ورشة عمل كبيرة جدا يتم طرح فيها ازاي يبقى الجمهور موجود لانه شيء مهم جدا خلاص الناس سئمت ان المدرج النهاردة انت داخل في 10 سنين. ايوه يعني ما تبقاش غير مباراة المنتخب الوطني او تحت ضغط الاتحاد الافريقي ما يبقى في نهائي عندك او السيمي فاينل. بس خلي بالك دلوقتي الصحة بتدخل اكتر ما دي برضو من النقاط يعني ما دي برضو من ضمن الاطار ما دي اعتبرها في اطار زي حفلة بالظبط ماشي خلاص مع انه ايه على فكرة انت عندك فرصة انه في الملعب المساحة افضل من الحفلة انه ممكن تبعد الاماكن بينك وبين الناس لكن عاوز اقول لك من دلوقتي لو كل دول مع الامن مع الصحة مع اتحاد الكورة مع الاندية وتم طرح افكار وتنظيمها على انطلاق الموسم الجديد يبقى انت حتى بدات حتى وضعت تدريجيا يعني اساسيه في انك انت بتقول للناس هترجع وتقول بقى بياناتك لازم احنا يا جماعه ده احنا سنه 2001 في نهائي دوري ابطال افريقيا من النادي الاهلي وصن داونز اللي الاهلي وقتها استرد البطوله بعد 14 سنه واحنا داخلين ملعب علي مبرنا هي ملعب صن داونز لقينا صور متعلقه الناس 2001 يعني فرق كم سنة دلوقتي 20 سنة عاملين صور للناس اللي عاملين عليها دول ممنوعين دخول الملاعب وكل واحد محطوط عقوبته في واحد 6 شهور في واحد 3 شهور في واحد سنة يعني الناس دي خطتنا مرحلة انت قبل كده
في ايام وزاره العمري فاروق لما كان وزير الرياضه بعت وفد لانجلترا عشان نتعلم ازاي يبقى في الامن الداخلي للملعب دوره ايه. ودي طرحت فكره كابتن اسلام ان احنا نستفيد من خريجي كليه التربيه الرياضيه ان هم يتم توظيفهم كرجال امن داخليين في الملعب. ليه بقى؟ لانه انت عندك في انجلترا مع كل بايكه، البايكه دي فيها 500 مقعد مسؤول عنها 2 امن او 3 عارفين الناس اللي بيقعدوا، لان هو بيبيع تيكت سيزون عنده حافظ انه في عيله عصام شلتوت واخده 20 مقعد وعيله اسلام الشاطر واخده 50 وعيله جمال الزهور واخده 60، فالمنطقه دي فيها الظروف، بص فيها الترتيبه دي، انت لازم توصل انت لازم توصل ايه في الجزئيه دي ان هي بقت النظام ايه عائلات، مفيش حد يقدر يدخل مكان واحد. يعني لو ما جاش عصام ولاده مفيش حد يتفضل خش اقعد مكانه من النهارده. بس خلي بال حضرتك يا استاذ محمود واخد استاذ سامي، استاذ سامي المنشات الرياضيه الجديده اعتقد ممثل فيها كل الاستاذ محمود والاستاذ جمال بيقولوا كل المنشات الرياضيه الجديده سواء في العاصمه الاداريه الجديده سواء هي تتوفر لها المقومات، منشات جاهزه لحد كبير جدا واصبحت متطوره، والسيستم يعني التواصل يعني في سيطره افضل من الضبط والربط يعني بالظبط بالظبط. يعني انا بضيف حاجه الاستاذ محمود قالها ان الصحه هنا بتدعم عوده الجماهير ازاي. يعني انا بطرح حاجه من خلال البرنامج ان ده يكون حافز اكتر ان ما حدش يخش الا المتطعم. رائع. يعني دي فكره، يعني دي هتبقى حافز كبير جدا ان اللي يخش لازم يكون متطعم ويثبت ده الكترونيا على الموبايل بتاعه. ان ده احنا بنواجه في مصر يعني شويه كسل شويه في تطعيمات الكورونا. اذا كان هو اللي منعنا دلوقتي مش هنقول الامن، ولكن تطعيم الكورونا والتجمعات، طب لازم الناس دي تكون داخله في امان ومتامنه كويس وفي تباعد كويس موجود، بس شرط التطعيم ده هيكون حافز كبير جدا ان تلاقي مصر مثلا في نص سيزون متطعمت كلها. يعني أوكي. يعني دي نقطه بطرحها من خلال البرنامج. طبعا يعني الجمهور بالنسبه للكوره هو روحها، هو طبعًا. يعني وطعمها الحلو يعني. فده بالتالي يعني انا بتالم جدا لما بشوف ملاعبنا صامته خاليه من الجماهير. كل الناس الحقيقه يعني ده يعني شيء صحيح. يعني وفي نفس الوقت زي ما قال الاستاذ محمود اوروبا ابتدت ترجع، رغم ان اوروبا ما زالت تعاني من جائحه كورونا لحد ما، لكن الجمهور في سيطره لحد كبير جدا، وعوده الجمهور دي مهمه جدا وهتساهم في يعني قيمه فرق الانديه كلها. النهارده يعني كل اللاعبين بيدوروا على الاهلي والزمالك عشان بطولات، قريبين من البطولات. لكن كان في احنا انا كنت بروح ماتش اهلي وطنطا الاقي الملعب كله مليان مشجعين طنطا يعني، او مثلا الاهلي واي نادي غزل المحله هنا السويس فطبعا يعني الهيمنه الجماهيريه في المحافظات دي كمان مطلوبه. ده مهم جدا الفتره اللي جايه. طيب. مطلوبه المرحله الجايه ان شاء الله. استاذ عصام اخد رايك برضو في الموضوع ده. شوف يا كابتن، الحقيقه ان احنا نتعامل مع المنطق بالعنوان الدائم الذكر واللي لازم يبقى عنوان مستمر. أي. مصر الجديده. أي. مصر الجديده في كل مناحي الحياه الان تمر بتجربه بانت جدا ان احنا فعلا نسخه دوليه حقيقيه. أي. الحقيقه انا مش عارف يعني علشان ايه اهل المحتوى طول الوقت عايزين حد يفكر لهم، طول الوقت يروح يعرض على الامن قبل جائحه كورونا واثناءها كمان انه يقول له ايه والله يا فندم عايزين ناخد الناس الملعب بس الدنيا الله يكون في عونكم، بس حضرتك الظروف صعبه واحنا عارفين جهدكم. فيقول له يعني حضرتك عايز كام؟ عايز جمهور؟ يقول له والله احنا يعني عشان بس. طب انت بقى حضرتك يا استاذ عصام في النهايه هو الجمهور هو اساس كل شيء. يعني كابتن ما انا بقول لحضرتك انت اصلا انا اسف يعني أيوه. الدوله قدمت المشروع كاملا من غير ضجيج. اولا النيابه العامه محامي الشعب تادبا سمت اشتراطات الفيفا اللي لازم تطبق في ملاعبنا كما تطبق في كل حته، سمتها اشتراطات النيابه علشان حتى ترفع يعني ايه مساله انهم يبقى شكلهم مش حلو اهل المحتوى. أيوه. ثانيا وهو الاهم
في الكان 2019 نسخه دوليه حقيقيه، الحجز اونلاين كما كل العالم، لا دخول لتحت السن الا برفقه الاهلي. هذا يحدث في الدوريات الخمسه الكبرى مش الكل بقى، ده انا مخصص لك الخمسه الكبرى. لا يمكن ان اولاد صغيره تاخد بعدها وتروح الملعب، فالاهلي مش عارفين دول راحوا فين، لانه لا زال تحت امره ولي امر. هي مجموعه شروط عشان ما استفدش يعني فيها، هي مجموعه شروط تفرض لا تمنح ولا محتاجه تفكير. بالظبط كده زي ما يقول لك هنعمل لائحه اتحاد الكره فيقول لك البند الاول موافقون، لا، في بنود لازم تترجم من الانجليزي والالماني والايطالي، هي نسخه واحده ما عدا الحاجات اللي فيها اعلانات خمور او كذا تمنع، والباقي الترجم هنا يبقى لائحه الكره المصريه برابطه انديه وكذا. نروح تاني للجمهور ده نقول اتجاه تاني. ما هي 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 هكمل كلامنا، هي نفس النسخه بعد اذن حضرتك لازم تيجي كامله للتطبيق الدوله المصريه، بس مش هينفع تخش في المحتوى فيقولوا تدخل حكومي. قدمتها بما فيها بناوير في الملعب، ملاءة مالية تستطيع أن تجد ما تأكله بعشرين جنيه مصري تتغدى وتشرب مية، شفنا ده بعنينا وكنت واحد من اللي يعني ربنا أكرمني واشتغلت في البطولة. إذن المطلوب أن الصحة وهناك ما يسمى لجنة مكافحة كورونا جنبا إلى جنب مع أهل المحتوى بالتزامهم انهم يقدموا المشروع كامل للدولة المستعدة 100% بشركاتها، تذكرتي استداد زي ما انت عايز تقول قول، كل هذه الشركات الوطنية القابضة حاضرة في الميعاد. تمام، خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع نكمل كلامنا في اطار هذا الموضوع الهام. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقة برضو في اطار كلامنا عن عودة الجمهور مرة اخرى، إذن هنصل لنقطة هامة جدا وهي نبذ التعصب. طبعا نبذ التعصب وهو اتجاه واخده شركة لايف الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت وش الفترة القادمة بالتنسيق طبعا مع القناة يعني. وبالتالي لازم كل أمورنا تبقى واضحة كيفية نبذ التعصب. ما هي هو ده العنوان برضو يعني. أيوة. ده عنوان رئيسي، ويمكن انا في كلامي يعني كنت مركز مش على لا مش على عوده الجمهور من كورونا، لا، لان عوده الجمهور في ظل كورونا لها اجراءات احترازيه طبعا زي ما حضراتكم اشرتوا. هي عوده الجمهور المشكله الحقيقيه عوده الجمهور العادي بشكل عام حتى في وجود كورونا او عدم وجودها. ايوه، وبالتالي هو عوده الجمهور كانت اساسيه. غياب الجمهور كان ليه؟ لوجود تعصب. ايوه، والفتن والمشاكل، وهو ده اللي كان بيخلي الجمهور يبقى رايح مضغوط وعنده اجندات. كل واحد رايح عنده اجنده بيشتغل عليها. فمهم قوي 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 مساله التعصب موجود في كل انحاء العالم. يعني التعصب لفريقك موجود في كل انحاء العالم يا كابتن اسلام. بالظبط. اللي بقى اللي غير وبرضه على فكره لو سبت الحبل على الغارب لاي متعصبين على مستوى العالم هيعملوا جرائم برضو. يعني مثلا زي اقول لك زي ايه موضوع الحزام بتاع السياره. طبعا الجمهور الانجليزي في اليورو مؤخرا، لا لما لا كمان مثلا في اخر حاجه مؤخرا يعني ده حاجه اقرب كان زياده كانوا بيعملوا كوارث يعني. ضربوا جمهور الايطالي في المباراه النهائيه. زي بقول لك الحزام لما اتفرض قانون وتعمل زي الكمامه لما بتتفرض على الناس. ايوه، وفي عقوبه، وعشان كده انا باكد استاذ جمال ماذا تم تم ان مش الامن هو من يحاصر كل هذا، لكن الاتحاد الانجليزي واضح حزمه من العقوبات تنفذ معه. مش انت تحط الامن طول الوقت وتشقلب له كرسي. لا مش حضرتك، هو اهل المحتوى والله. لا انا بقصد ايه، حتى اتحاد الكوره اللي هو الجهه المسؤوله عن اداره اللعبه زي ما بنتكلم على طول، مشكلتنا مثلا في الملعب انك تلاقي واحد ملوش مكان في السنتر. ايوه، واحد عيل صغير مثلا واقف في السنتر بيتصور مع جاري ورا صلاح. نعم، فاكر اللي جاري. ايوه، بيتصور مع نجم من النجوم. ايوه، احنا كاعلاميين انا بقعد اتفرج، لو انا قاعد في مدرج الصحفيين مثلا او في المقصوره او في اي مكان، انا ما احلمش انزل الملعب في المكان ده. انا بقول الواد القرد اللي نزل تحت ده ازاي يعني يعني جامد. لازم يكون له حد بيساعده، لازم هو الخفيف السريع الحاجات كده يعني. شقي يعني. لا الواد الشقي دول الاولاد ربنا يخليهم لهم. لا لا، هو بقى اللي مش
الكلام عليه يعني. ايه اللي بيخلي الحكام احيانا كمان بتغلط؟ ايوه عدم وجود نظام. لو ايه اللي بيخليه يبدا الماتش والعدد المسموح به متأخر؟ هو لازم ما نظام، هو كله قال ما بيعملش شغله وعايز الامن يعمله له. يا استاذ جمال لازم نظام. ايوه دخول وخروج وجلوس جوه الملعب في مكانك طبعا، ما تتجاوزوش. احنا في الدورات الاولمبيه او في بطولات العالم بتبقى ماشي بالكارت بتاعك ده الاي دي. ايوه عشان لو قلت ما بعرفش اقرا او بتاع بلون بتمشي على الخط كده توصل المكان بتاعك. يا عم خد الخط الاصفر هيوصلك مكانك. ما تقولوش بقى انا ما بعرفش انجليزي ولا الماني، لا امشي على الخط العرب حدد لك مكانك. ايوه بالظبط اماكنك اللي انت بتدخلها. ده يدل على ايه؟ على ان الامور دي منظمه. اوكي هذا النظام يخلي كل واحد يقعد في مكانه، وبعدين بعد النظام الحلو وكل حاجه تمام وتذكرتي والمسائل دي كلها، في العقوبه. من امن العقوبه اساء الادب طبعا. فلو انت النهارده خليت نمشي في الشارع اكسر البيوت واكسر الواجهات بتاع المحلات، طب ما خلاص انا هعمل كده. ده شيء ممتع للفوضويين بجد، شيء ممتع للفوضوي ان هو يمشي يكسر. لكن لما يعرف انه هيتمسك وهيتعاقب ايوه هيبطل يعمل كده. استاذ محمود، هو النقطه الاخرانيه دي اللي قالها الاستاذ جمال، قانون الشغب موجود. قانون الشغب خدنا فتره كبيره لو تلاحظ، من بدا من الوزير العامري وقتها لما كان بيتعمل اعداد لمشروع القانون بتاع الرياضه، اتعملت قانون الشغب موجود في قانون الرياضه. ايوه ما انا بقول عمل المستشار اسامه قنديل بمواد حاكمه بامانه شديده. انا كنت اتمنى ان هو بعد ما تم الاعتماد القانون في عهد الوزير خالد عبد العزيز انه يتاخد الفقرات اللي اتعملت، لا اتشالت واتاخد فقرات العقوبات وتدفع عليها ماده 83 و5 83000 وب وجيم و85000 وب وجيم. السؤال هنا الحق عند مين اللي يطبق القانون الشغب على الناس؟ هل هو اتحاد كوره وقتها؟ اتحاد كوره قال لك انا ماليش دعوه انا ما طبقش. هروبا من المسؤوليه، ما هروبا من المسؤوليه الامن. هل انت هنا بتدي للامن مسؤوليه كل حاجه وبتحمل عليه؟ يعني هو بامن لك الملعب وقاعد مثلا مستلم الملعب من امبارح او من النهارده الصبح واقفين لغايه المباراه تنتهي. هنا بيطرح فكره اللي احنا قلناها يا كابتن اسلام، انك انت لازم في عندك حاجه اسمها امن الملعب. يعني الامن الجنائي يامن دايره الملعب للدخول والخروج، لكن جوه لازم يكون عندك امن ملعب دول بتوعك يعني موجودين حافظين جمهورك عارفين افرادك. لما اقول لك في شغب جه من المدرج ده، يعني مثلا مع الفارق انه مثلا في مباراه ايمانويل ديبور لما ترمت عليه موزه في ماتش توتنهام، وقتها لما اتخذ القرار اتخذ قرار بمنع المدرجين دول مثلا من دخول الملعب لمده 6 شهور. كل اللي في المدرجين الكاميرات جابت اللقطات الوشوش والناس هي اللي عملت الكلام ده. هل احنا صعب ان احنا نوصل للمرحله دي؟ موجوده اعتقد. لا انا بكلمك حتى هي صعبه والله موجوده في الورق. انا بكلمك موجوده على الورق، هي موجوده بس انا بقول لك ايه، مين اللي يطبق؟ يطبق اتحاد الكوره من خلال مراقبين ليه ومن خلال ناس موجوده. ما انت ايه، يا تكمل منظومتك يا تقول انا مش قدها ومش قادر ادير. لكن تحمل الليله كلها عايز الامن اللي جوه والامن اللي بره. طب ما تخلي فيه كل امن، كل نادي، كل ملعب لابد يكون ليه افراد امن مسؤولين امنيين طبعا متدربين وفاهمين حاجه يا كابتن اسلام. مع وجود الكاميرات، ما الكاميرات دورها ايه؟ ان هي بتجيب من اين صدر الشغب، من اين، من وقت ما جه. وعلى فكره احنا جمهورنا الغالبيه جمهورنا والله جمهور كوره، جمهور طيب وعاوز يروح. هناك افراد فرضوا سيطرتهم واصبحوا اوصياء على الجمهور، وهم يجلسون في منصات التكييف يكتبون كما يشاءون. اذا لم يتم الضرب بيد من حديد على هؤلاء ومثير الفتن وما يكتب من بوستات في غايه الخطوره، ترك لها الامر مشاعا يكتبون ويسردون حكايات وقصصا غير حقيقية تم تلفيقها لأفراد وأشخاص وكيانات. هؤلاء يعني عاوز أقول لك بغوا، أصبحوا يمتلكون يعني أدوات قاتلة أرعب من أنك أنت تنزل تهتف في الشارع، لأنه قاعد بيقرأ في المواد ده بتحكي له قصة. ده إسلام الشاطر كان في الساحل وقابل فلان من مشجعين فلان وعمل كذا كذا كذا، ما حصلش اصلا، ما حصلش خلاص. وخلي بالك انت هنا هنا انت يا كابتن اسلام ايه، انت هنا خلي بالك السماح خطوره الامر في الجزء السماعي. احنا عندنا ناس ما عندها غالبيه ما بتفكرش في الا
يقعد عليه لا يقعد يقول لك ايه اشوف الامر. فانا عاوز اقول لك ايه نقطه اساسيه من نقاط القضاء على التعصب براسه هو قطع رؤوس يعني امثال هؤلاء من البدايه. ولا بد من تحرك سريع وخطير جدا اذا ما ارادت الدوله واراد القائمين على انه يجففوا هذه المنابع السيئه الغريبه والبعيده عنا وعن اخلاقنا. عمرنا على مدار تاريخنا ما شفنا اللي بيحصل معانا دلوقتي. عمرنا ما شفنا العلاقات ما بين الجماهير مع بعض. كان دايما الجماهير حتى في عز ما في ايه الزمالك بتحصل برضه عشان نبقى واقعيين بتحصل مناوشات طبيعيه جدا بتخلق ايوه لا ما هتحصل تفريغ وقتي يعني عايز اقول لك ما تتخطاش يعني هتاف ويخلص ما يخش يعني دقيقه ولا دقيقتين والامر ينتهي والماتش خلاص كله ماشي مع بعض على فكره. لكن دلوقتي احنا داخلين في مرحله اقتتال من خلال صفحات الفيسبوك. فانا عاوز اقول لك انه الامر سهل جدا انك انت تضبط بس تطبيق القانون والضرب بيد من حديد مش المساله مساله تهاون. لا المساله عايزه وقفه ووقفه جد بامانه يعني استاذ سامي المسألة دخلت يعني أنا مش شايف برضو زي ما بيقول الأستاذ محمود الأمن يعني ملوش دخل بالموضوع خالص يعني ده أمن داخلي أمن ملاعب من ناحية ونظام صارم داخل منظومة اتحاد الكورة نفسها. مين اللي بيديرها؟ اتحاد كورة لجنة أندية محترفة. المهم اللي يكون واصل للجميع إن العقوبة اللي هتوقع على جمهور ما هتأذي نادي كمان يعني دي مهمة جدا. ويعني نبذ التعصب ده يعني شعار موجود بنطرحه في ندوات وبتاع لما الى اي حد نقدر نحقق ده على الارض الواقع من خلال الاستمرار والاصرار على ان احنا نحقق فعلا منظومه كرويه سليمه تشمل الجمهور والامن امن الملاعب والناس اللي بتدير اللعبه نفسها تكون صارمه لديها مواد واضحه والجمهور كمان والاعلام دوره مهم قوي يا كابتن. الاعلام دوره مهم جدا يعني التسخين الاعلامي بدون مبرر هنا وهناك ده شيء مقزز للغايه وهو بيساعد على ان احنا نوصل لمرحله ان احنا ما بنتقدمش خطوه للامام في الملف عوده الجماهير. ده يعني حتى ناقشناه في لجنه التنظيم ضبط الاعلام الرياضي في مجلس اعلى تنظيم الاعلام ناقشناه كتير لعده شهور وكان يعني مربط الفرس هنا والمشكله العقده الاساسيه في الاعلام الحقيقه الاعلام محتاج يكون اعلام يعني هادي شويه. وده كان حالنا زمان يعني ده كان حالنا زمان يعني احنا في الفتره الاخيره بس الدنيا دخلت في بعضها وناس غير يعني بقى الترند واللي كل عايز يعمل حاجه بيقولها كل عنده بق بيقوله فيعني دول شعور بالمسؤوليه يعني احنا بنتكلم في نبذ التعصب. حتى في بند هنا في لائحه المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بيحتم فعلا على نبذ التعصب من اجل الوحده الوطنيه وتحقيق السلام الاجتماعي. ده شيء احنا بنفكر فيه جمهوريتنا الجديده يعني ده مهم جدا ان احنا نكون شعب يعني شعب على مستوى من الادراك والفهم ان ما نوصلش الرياضه تبقى شيء على كتافنا ولكن شيء بنحبها في قلوبنا. فده اللي احنا محتاجينه في الفتره الجايه ان احنا عمالين نقول الجماهير لازم ترجع الجماهير لازم ترجع. قبل ما ترجع الجماهير لازم ترجع الضوابط. اوكي الضوابط من جميع المسؤولين ما نقولش الامن بس الامن فوق طاقته ده مش مسؤوليته. الامن زي ما قال الاستاذ محمود محيط الملعب ودخول وخروج ربما يعني لما الدخول والخروج برضو له ضوابط برضو من امن الملاعب بتاع كل نادي او شركات ممكن شركات مسؤوله متخصصه تدير هذه المساله. في الاول والاخر في ملفات هذا البني ادم او هذا الشخص له سوابق ما يخش تمام. يعني أسرة معينة محترفة شغب ما تخشش تمام. فيعني عايزين نوصل للمرحلة دي تنقية ملاعبنا من عناصر المثيرة للشغب تمام. وفي نفس الوقت اللاعب في الملعب هيلاقي نفسه يعني مجبر على تمام. احترام المنافس ومحترام الجمهور الآخر وما يوصلش لأي حل ان هو يصير ما في بعض العناصر في المدرجات يا كابتن اسلام بتصير لعيبه وبيحصل لها رد فعل
يعني ده طبعا. شيء مش جميل يعني. وان شاء الله يعني متفائلين ان احنا نكون الفتره الجايه فتره وعي اكثر من كده. استاذ عصام، وبرده في نهايه الموضوع ده انا عايز اكلم مع حضرتك في امر هام جدا، وهو ان شركه لايف الحقيقه اللي بتدير قناه النادي الاهلي واخده على عاتقها خلال هذه الفتره والفتره السابقه ان هي دايما تكون لنبذ التعصب واعلاء دايما مصلحه الوطن. نبذ التعصب هي كلمه كبيره جدا وكلمه واسعه جدا نقدر نتكلم فيها، ولكن في النهايه احنا بنعمل كده ليه؟ عشان نصل في النهايه نبذ تعصب عوده جمهور للملعب. هي بس طبعا، ما هو انت لما بتتكلم لسه بنقول شركات وطنيه، الجمهوريه الثانيه، مصر في عنوانها مصر الجديده، هي نسخه دوليه حقيقيه. ايوه، هؤلاء يعملون على مدار الساعه قياده سياسيه، حكومات متعاقبه بتسلم وتستلم كل مشروعاتنا العملاقه في مناحي كثيره من الحياه، يا اخي حتى الانتاج الدرامي، حتى تنقيه بعض الاجواء في الشركات الكبرى مع كبريات الصحف والقنوات وكذا، كله بيسير في نفس الخط. لكن الواضح جدا ان احنا لازم نقر ان مفيش كرة دايت، وانه من اساء يعني من امن العقوبة اساء الادب، هي نسخة عالمية الحقيقة. فهي بدلا من نبذ التعصب ده في كل بلدان العالم، هو ان تتعصب لفريقك، ان تتعصب لاسرتك وهكذا. لكن احنا ليه خليناها جملة فيها تورية؟ بمعنى المفروض ان ينبذ العنف، سبة، ضربة، كسرة، لكن لا احد يحمل امن هذا الوطن بكل ما يحيط بمصر من مخاطر. الشرطة المدنية، قواتنا المسلحة تحيط مصر رغم هذا الحزام ما شاء الله بأمان 100%، واللي عايز يشوف يتفرج، وهكذا من يعمل في الداخل. انت بقى ليه مش عايز تحط ضابط؟ بالمناسبة في السينمات وفي داون تاون في مصر وفي كل العالم اللي مش عامل فيها أجنبي، الشرطة تقف عند بوابات السينما، لا شأن لها بتذكرة الدخول أو بالتفتيش الذاتي. هناك رجال أمن مدربين، من اول الراجل الطيب اللي في عماره لغايه لما بنشوفه من زمان يا استاذ محمود يا استاذ جمال يا استاذ سامي، لابس القميص اللبني الشيك ده والملاعب كده المفروض، اللي هو الراجل بيقول عليه سيكيورتي، الناس الطيبين دول. تمام، هذا الرجل اذا لم يستدعي الامن اللي بيؤمن محيط البلاد والعباد، هو غير منوط بيه عشان ما يحتكش بشعبه. هو اللي دخلوا الموضوع الا باستدعاء كمان نجده وكذا، لكن الشوارع والنواصي واماكن الترفيه والعباده في حمايه الشرطه، وبالتالي رجال الامن المدربين بيستدعوا عشان فكره المحضر يا كابتن اسلام. ايوه، انت بقى اين هي مشروعيه الامن الرياضي اللي هو لازم يبقى عبر خريجين لمثلا التربيه الرياضيه، وهذا طرح رائع، يدربوا على برضه انه مش يقف يبقى عاوز يعمل فيها كولونيل برضه، لا هو لازم يبقى مدرب زي اللي بنشوفهم قاعدين وشهم كده. زي يا كابتن لما تخلق نوع من العقوبات، انا اسف مع احترام القانون الشغب، الجزء الجنائي فيه رائع، مستشار اسامه قنديل بالمناسبه، هذا الرجل العظيم شانه شان كل ما يسمى رجال النيابه العامه، جابوا النموذج يا جماعه الانجليزي وعملوه في الشان ما يخص القانون حين يبلغ امن الرياضه. بالتالي في انجلترا يا جماعه واحد دفع 400 استرليني اول ما الجمهور دخل، على فكره مش في واقعه قديمه، 400 استرليني عن لفظ لمتفرج زيه، مش بقى عن واقعه عنصريه او كذا، ومنع 6 شهور. انت ما تطبقوش هنا ليه؟ عشان مش عارف مين ومين ومين الشباب اللي بنقابلهم. ما هو انت بقى محتاج الدوله تخاطب هذا الاتحاد وهذه اللجنه الاولمبيه لطرح هذا المشروع واعتماده، وتسلم نسخ دوليه حقيقيه مترجمه لما يحدث في بلدان العالم. مصر مش اقل من حد بما فيها من كاميرات مراقبه لهذا الامن الجاهز. وانا بقول لك في شركات ايضا وطنيه سبحان الله وخاصه، تمام، اللي هي شركات الامن تاتي لتتولى. لكن لان الموضوع اصلا ما حدش باكي عليه غير الدوله، ها، اللي لما عملت المشروع العظيم اللي كان 2019 در ربح غير سمعه مصر لما ينفنتين يقول نسخه دوليه حقيقيه، تمام، لكن الناس دي هل يحاسبوا على مبيعات وتذاكر ودخل وخرج؟ تمام، حطهم قدام مسؤوليتهم يا كابتن اسلام، واطلب من الاعلام انه يقول ننتظر
بكرة بعده كمان شهر قبل الموسم الجديد عموما منظومة كاملة من اتحاد الكرة لترتيبات أمنية تعتمدها وزارة الداخلية. هو ده الأهم. أنا بشوف ده مشروع حقيقي قابل للتنفيذ. تمام، خلينا نطلع فاصل ونرجع برضو نتكلم عن المنتخب الأولمبي، المنتخب الأولمبي وخروجه من دور الثمانية ونرجع نكمل نرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خلوني أقول لحضراتكم خبر حالا دلوقتي. كابتن محمود الخطيب يدعو شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وبرزنتيشن لايف للاجتماع. وجه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي دعوة إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي للاجتماع في ساعة الثانية من بعد ظهر الأربعاء. كما وجهت دعوة لحضور ذات الاجتماع إلى مجلس إدارة شركة بريزنتيشن لايف التي تدير قناة النادي الأهلي، وذلك لمناقشة بعض الملفات الخاصة بخطط قناة النادي الأهلي مستقبلا. وأول ما يجهز الاجتماع حوريه لحضراتكم طبعا، أو يعني الكلام بتاع الاجتماع حوريه لحضراتكم على الشاشة البيان بالظبط كده. فهنقوله لحضراتكم مرة تانية. كابتن محمود الخطيب يدعو شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وشركة بريزنتيشن لايف للاجتماع. وجه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي دعوة إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي للاجتماع في الثانية بعد ظهر الأربعاء. كما وجه دعوة لحضور ذات الاجتماع إلى مجلس إدارة شركة بريزنتيشن لايف التي تدير قناة النادي الأهلي، وذلك لمناقشة بعض الملفات الخاصة بخطط قناة النادي الأهلي مستقبلا. الحقيقة برضو أستاذ جمال، بما أننا بنتكلم عن الجمهور وعن في الأولمبياد الأخيرة احنا ما شفناش الجمهور. لا طبعا، لأنه بس ده لأسباب صحية وخاصة بكورونا. مظبوط، مليون في المية. بما أننا بنتكلم عن الأولمبياد بس ما كانش ممنوع، كان موجود في بعض الملاعب المفتوحة على حسب التقديرات. يعني تقديرات مدى الخطورة. أيوة. يحضر ولا ما يحضرش في الملعب ده يعني. بالظبط كده. منتخبنا الأولمبي وخسارته من منتخب البرازيل وخروجه في من بطولة الألعاب الأولمبية. أعتقد أن ده معرفش شيء كان متوقع ولا مش متوقع. لا، هو ما كانش متوقع ان المنتخب الاولمبي يروح ابعد من كده بكتير. وهي المشكله، يعني لو حبينا نناقش اداء منتخب الاولمبي في البطوله هنقول انه البدايه كان المنتخب خايف طبعا جدا من وجوده في مجموعه بتضم اسبانيا والارجنتين استراليا، ويمكن استراليا كانت محطوطه في الترتيب الثالث يعني، ومصر الرابع. لا انا اقصد انه اصعب مباراتين كانوا بالنسبه للمنتخب الاولمبي اللي هو حامل همهم جدا هي اسبانيا والارجنتين. ولذلك انعكس ده على طريقه اداء منتخب مصر من اول لحظه في مباراه اسبانيا. واضح طبعا جدا التشكيل يعتمد على كتله دفاعيه صلبه لمحاولة ان هو ما يفاجأش بنتائج او بنتيجة تبعده عن الاجواء. طيب. يعني هو بيحاول يحقق من خلال المباراة التعادل، ده اقصى حاجة. نفس الامر تكرر امام الارجنتين مع اختلافات بسيطة، لكن نفس المفهوم اللي هو داخل يلعب بيه المباراة نفس الحكاية. واعتقد ان ده يعني وصلنا للطموح او للحلم. أيوه. انك تلعب مهاجما او تلعب بشكل هجومي، ما قدامكش حل ثالث ولا تاني ولا غيره. انت قدام استراليا لابد من الفوز، لو ما كسبتش خلاص انت بره. فهاجمت. فانت هاجمت، ويعني انا بعتقد ان المباراه، طبيعه المباراه دي، خلت المنتخب الاولمبي ولاعيبته وجهازه الفني شاء ام ابى، يعني حتى شوي غريب والجهاز الفني فوجئوا بان هم لازم يلعبوا كده. ما انت طالع بره. فعندك يعني زي ما بيقولوا فرصه وحيده هي الفوز. وتنتظر بقى اللي هيجرى. فاللي حصل ان اداء المنتخب امام استراليا كان مختلف، واداء هجومي، ونجح المنتخب في ان هو يحقق الفوز ويصعد الى دور الثمانيه بفارق الاهداف عن
الارجنتين. تمام. المباراه الاخيره بقى اللي هي مباراه البرازيل انا شايف انه يعني لاعبتنا لعبت هذه المباراه والجهاز الفني بقدر كبير من الخوف. اوكي. يعني هم بطبيعي بدليل انه لما تسال اي حد فيهم يقول لك كويس قوي ان احنا خسرنا 1-0. يعني طب هو ده منطق يا استاذ محمود؟ لا مش منطق طبعا. وده منطق ان انا لا ما انا بقول قبل ما هو يقول قبل ما يخسر من يعني عشان نخسر من البرازيل 1-0 هل ده منطق؟ ممكن يكون منطق. لا منطق هو منطق انك عايز تعيش. لا منطق ان انا عايز اعيش. مش عايز مش عايز اتعور انت طول ما انت قاعد غارق في الجزئيه دي مش هتاخد خبر. يعني ايه بمعنى الكلام؟ الناس حولت حتى مشاركه المنتخب الى صراع برضه بين كل واحد بيدافع عن لعيبه ايه؟ فريقه. ونسوا سمعه الكوره نفسيه شخصيه البطل. يعني شخصيه منتخب مصر هو بطل افريقي. يعني لما تشوف كوت ديفوار وهي بتلعب مباراه مع اسبانيا وتجيب جول في دقيقه 92 مثلا او دقيقه 90 وتعادل بخطا ساذج جدا في الدقيقه 92 او 93 من المباراه. لكن فرقه معلش بكامل احترامي انا حزين جدا فرقه عندها جراء عندها كوره ولعيبه سريعه ورايحه للجول عندها جهاز فني انت رايح تلعب البطوله يعني ايه هل انت محدد هدفك ولا رايح مثلا بسبيل المشاركه احنا تعبنا من العبارات اللي احنا هو رايح بسبيل خلاص بسبيل المشاركه سبيل المشاركه المشارك. منتخب تم اعداد ويضم مستقبل الكره المصريه جايب هدفين يعني في كم مباراه اسبانيا في استراليا بس في مرمى استراليا طب هل تعلم ان استراليا لعبتك وغايب عنها ثلاث عناصر اساسيين الهداف والباك رايت افضل لعيب وصانع اللعب بسبب حصولهم على الانذارات انا في ماتش الارجنتين يعني استراليا عدت الارجنتين درس في الكوره انا توقعت رغم من فرق الاسماء عن فرق الاسماء انا توقعت انا بقول يا الارجنتين هي لابسه الاصفر انا مش مصدق الناس كلها عماله تتفرج ازاي بيحصل في الماتش ده فانا عايز اقوله ايه يا عمي مع كامل الاحترام شكرا وتعبتوا واجتهدنا والحمد لله صعدنا والكلام الجميل ده لكن ايه النتيجه يا كابتن اسلام؟ النتيجه انك انت بعد كل جهد ده حتى ما عبرتش عن نفسك يعني انت حتى بتلاعب البرازيل يا عم تغلب من البرازيل 5-6 بس العب كورتك يعني انت خايف يعني ما انت كده كده خارج طيب. يعني انت رايح اسالك سؤال هو يعني حد هيرحمك يعني ماشي بس منطق انك انت تقول لي انا عارف نفسي ان انا طالع بره فهلعب دفاع وحتى الدفاع لا ده منطق ولا ده منطق يعني انا عايز اقول لك ايه الاثنين مش منطق انت لاحظت حاجه في المباراه هل يجوز انت على مدار 90 دقيقه ما عندكش القدره على انك تبني هجمه من تحت في المباراه ما فيش تسديده ده ممكن نتكلم عنه بس انا بتكلم في الموضوع نفسه ما انا بكلمك يا كابتن سامي الناس كلها بتسال كده ما زي ما الناس لامت على مثلا النادي الاهلي قدام بايرن ميونخ وقال لك لو فتح وقفل و2-0 وقعدت الناس تضحك والكلام ده وما عارفينش احنا حجم ايه حجم الفارق لا محمود هناك لا. استحملت انت عشان الراجل قال لك هوديك ونلعب على البرونز او هنلعب ما ثواني بس ثواني بس ثواني استحملنا ده من اسبانيا ما انا عاوز اقول لك على حاجه عاوز اقول لك على حاجه انت هنا في انت في اللقطه دي مع مشهد هنا بتاع كاس العالم مع مشهد هنا مع اللي حصل في طوكيو ده يخلي مين يا ريس اللي يقف في المشهد يتفرج يقول انت كمتابع وكقائم على الكوره في مصر وكمسؤول عنها فنيا انت واصل ورايح لغايه فين مش قادر تصلح نفسك مسابقاتك نفسيه اسلوب طريقه لعب المنتخب الاداء الفني يا كابتن ده موضوع تاني انا بكلمك انا قصدي انه المشاركه لا ما كانش ده الطموح انا وجهه نظري باللعيبه اللي عندنا وامكانياتهم اللي احنا بين الحراق والمش عارف مين اللي عاملينهم ابطال لا المشهد اللي زي ده كشف لا احنا بعاد قوي قبل ما تروح بقى الناحيه الثانيه لا مسافه الناحيه الثانيه في الاهلي لا في المنتخب الكوره قبل ما تروح لهم بدون قطع كلامك محمود انا شايف ان ده اقصى انا بقول اتكلم على الواقع اقصى طموح لمنتخب الاولمبي ان هو يعمل كده لا يا استاذ جمال انا ما بقولش طموح يا لا مش طموحنا كمان كمصريين ومش عندنا احسن من كتيبه من اللاعبين هي الافضل على مدار عقود استثني بس 3 4 نجوم سوبر طبعا وحتى دول يخلق منهم 3 4 نجوم سوبر لكن لعيب الكوره على قد فهمي من اول الراجل اللي كان في شارعنا بيعمل فريق بياخد رياكشنه من المدير الفني اذا لقاه مذعورا فانت ايضا شديد الذعر الخوف كان متسيد هذا الاحساس ما تلعبنيش بخمسه وارجع ارجع كنت زمان بتقول
والتشكيل بيقول كده وشهدنا لك. طب ما انا بقول لحضرتك وبعدين بكتيبة دفاعية وبعدين تقول هذه امكانياتنا وبعدين الرد النهائي في وسط الملعب بعد المباراه ما تنتهي وقت يفرج الناس علينا ملمومين 10 ده عشان تقول لهم ما حدش بقى يتكلم بقى وبعدين قدر الله ما شاء فعل. يعني انت في مشكله مع رب العباد يا اخي يا اخي بعد ما تعمل اللي عليك بقول كده لكن انت بتقول لي جمله ما اقدرش افتح بوقي بعديها هذا شيء لا يطاق. هذه الفرقه لو حضراتكم راجعتوا كل النسخ في الجرايد الاجنبيه والبرازيل واستراليا واسبانيا على راسهم كم افردت للشناوي وحجازي والونش وللكتيبه اللي تحت السن المشاركه كانت حاجه من الاثنين اما ان تخلق جيل هو الفريق الاول وتقعد رجل على رجل ويلعبوا ويتغلبوا وتقول انا وديت 7-8 من دول هيلعبوا مع منتخب مصر الاول وهيحملوا كؤوس وهيصلوا كاس العالم 2022 او فلنلعب يا اخي على الذهب والفضه او نخرج مهزومين 4-5-0 لكن العروش والقروش لا انا مش معاك زادت قوي لا ازاي لا ما انا اذا ما قدرتش احنا اذا ما قدرتش اكسب اخسر 5-0 اه طبعا يلعب كورتك طبعا يعني. يلعب كورتك عبر عن الكوره هتخسر 5-4 ممكن تكسب يا عم السعوديه قاره المانيا كانش حد هيقول كده خالص مين ليه يا استاذ جمال لو اتغلب 5 اه ايه اللي هيحصل كان حي... طب اتغلب واحد دلوقتي مستنينه بورد لا يعني؟ كان مش بورد ولا حاجه بس كان المدير الفني ده هو بيتكلم لا بغض النظر عن 5 والواحد انا شايف ان يعني 5 احسن من واحد لا بغض النظر بس الخوف كان موجود في الملعب يعني عموما حضرتك صح والاستاذ عصام صح الخوف كان موجود في الملعب كابتن اسلام وده كان شيء يعني ملحوظ جدا ما احنا قلنا كده دول مستقبلنا ما كانش صح احنا وجيز دول مستقبلنا ما معلمهمش واحنا في حد اقوى مصر الا فعلا بفارق اي شيء معلمهمش ان في حد اقوى مننا واحنا مكسورين الخط لو كان أمامه. لديهم من الامكانيات مين قال ما عندهمش بس هم عندهم امكانيات جيده لا لو كمان ولا لعيب جاله شد ولا اي حاجه الراجل صلاح عاشور عامل شغله والراجل كمال عبد الواحد عامل شغله ووائل وشوقي عاملين شغلهم وقعدوا مع الراجل قالوا له يا كابتن ما ينفعش كده وش كابتن ما اتكلمت قبل الماتش ده يوم الماتش ده الصبح انا شخصيا اتكلمت اديت نصايح رهيبه لشاوي غريب طيب بس لان انا بره انا برضه يعني باكد على نقطه الخوف دي هي اللي كانت ضدنا قوي يعني ضدنا قوي من البدايه من ماتش اسبانيا وكنت شفت ان في ماتش استراليا تخلصنا من الحاله دي ربما الحسبه بتاعتنا بتاعت ان احنا لازم نفوز أيوه. فيعني اظهرنا كثير من قدرات في الملعب كان ممكن نستثمر هذه الحاله ونكمل اللي حصل ان احنا ما كملناش ليه لان يعني برضو اسم البرازيل خضنا كتير وانا شايف برضو اضافه لذلك ان بعض اللاعبين في منتخبنا يعني كانوا بيفكروا في نفسهم اكتر من الفرقه يعني أوكي. يعني ده شيء يعني ما كانش مستحب خالص ان يعني ما عملناش هجمه يعني تفرحنا ولا تسعدنا ان احنا نوصل لمرمى الفريق البرازيلي رغم ان ده كان متاح يعني انا مش شايف ان الفرقه يعني احنا كنا بنلعب بخطه جون البرازيل او اسبانيا في نص الملعب دقيقه يعني واحده في نص الملعب يعني وارجع يعني بنلعب في نص ملعبنا بدون مبرر زياده عن اللزوم بعدين احنا بنتكلم في ايه احنا ده منتخب مصر الاول يعني ناقص محمد صلاح ومصطفى محمد يعني ده تقريبا منتخب مصر ده بيدينا مؤشرات ان يعني انه ربنا يستر على اللي جاي منتخبنا في المرحله الجايه على اللي جاي يعني شيء مش مش طيب. مش لطيف يعني فيعني يعني الاهلي بطل افريقيا في المره العاشره بعدها باسبوع واحد نلعب في الاولمبياد طيب. ويكون هذا العطاء بس لاحظوا الفرق لما الاهلي فهو نادي في اخر يعني التصورات هو نادي واحد لا يمتلك انه ياخد لعيبه من البلد بحالها لا قصده كابتن عصام ان ده بيدي حافز للناس في الملعب يفترض طيب عشان بس وقتنا بينتهي يا استاذ جمال عايز اسال حضرتك برضو عن النادي الاهلي وثمان مباريات للدرع رقم 43 الثمان مباريات القادمه مباريات كؤوس تبدا ان شاء الله من المباراه القادمه امام وادي دجله ان شاء الله وادي دجله لان خلاص كده النادي الاهلي بينه وبين اعتلاء القمه 3 نقاط لما يعتلي القمه باذن الله من ال3 نقاط القادمين هيبقى جميع هتبقى انت والمنافس بتلعبوا على
غلطه الشاطر بقى مش غلطه اسلام الشاطر لا غلطه الشاطر فعلا هتبقى صعبه. ولذلك من اهم ما يمكن ان فرقه النادي الاهلي في المرحله الجايه وده ومعتاد يعني انا متوقع ده ما تبصش جنبها ولا تبص تشوف ايه اللي بيحصل لا تركيز كامل 8 مباريات كؤوس. النادي الاهلي عنده القدره يا كابتن ان هو يكسب وعنده الامكانيات واللعيبه اللي رجعت بتاعه المنتخب الاولمبي هتكون اضافه كمان لقوه الفريق. فباذن الله المباريات القادمه النادي الاهلي ملوش دعوه باي حاجه ويركز فقط في الاحتفاظ بدرع الدوري باذن الله. استاذ محمود لا انا شايف انه 8 مباريات حتى الدرع 43 ان شاء الله. ان شاء الله. بص يا كابتن اسلام المشهد واضح للفريق وللجهاز الفني وكابتن سعد عبد الحفيظ والمجلس الاداره. ايوه. الرد في الملعب. مسابقه الدوري في الملعب. اوكي. وما زالت في الملعب وانت ان شاء الله الاقرب اليها. الاقرب اليها بالتزامك وتركيزك وصم اذانك. يعني لازم مرحله صم الاذان خلاص اقفل. أيوة. على نفسك. لا تلتفت لاي شيء، اي حد يكلمك، اي حد يتناول الفريق باي شكل، لا خلاص انت ستتعرض بدءا من مباراه وادي دجله لكثير من الاقاويل. واعتقد انه لعيبه الاهلي اصبح لديهم الخبرات وجهازهم الفني لديه القدره على الغلق على فريق واكمال وانهاء مسيره مسابقه الدوري 43 ان شاء الله. اتمنى التوفيق للفريق، اتمنى التوفيق لموسيماني في اختياراته، اتمنى اللعيبه ان شاء الله يدافعوا عن بطولتهم ويحافظوا عليها ان شاء الله. استاذ سامي ان شاء الله يعني المرحله الجايه مرحله تحدي حقيقي لفرقه النادي الاهلي ولاعيبه الفريق والجهاز الفني. لان طبعا هم وصلوا لمفارق طرق. ايوه مفارق طرق يعني الفوز في ان شاء الله في مباراه وادي دجله هيساوي عدد النقاط مع المنافس وده بيمثل نقطه ضغط كبيره جدا مع الفريق المنافس وربما يكون ده يعني عامل تاثير في الاجواء الحاليه اللي احنا بنتكلم فيها احنا عايزين يعني بنتكلم فيها من شويه بنقول نبذ التعصب ده احد اسبابها ان الاهلي اقترب جدا من المنافسه على اللقب والاحتفاظ باللقب. ان شاء الله انا شايف ان فرصه الاهلي عندهم احساس بمسؤوليه كبير جدا وده اللي رصد بطوله افريقيا يقدر يرصد بسهوله ان ان اللقب بطوله الدوري مش بعيد عن فرقه النادي الاهلي. المهم ان يعني كله يبذل جهده في المرحله الجايه. النقطه بقت غاليه جدا على الجميع يعني حتى على الناس اللي يعني اللي هتقع اللي هتهبط القسم الثاني. ففي تحديات جايه الاهلي مش يعني مش هو فارس ومنطلق منطلق بقوه لكن في تحديات جايه وده المهم جدا يا كابتن اسلام ان هو يكون على مستوى هذه التحديات بدايه من اصغر لعيب في الفريق للمدير الفني. ان شاء الله انا متفائل جدا من المرحله الجايه. استاذ عصام يعني لا اضافه فنيه الاهلي يعرف طريقه الاهلي يمتلك خبرات واسعه الاهلي بات لديه استكمال مش اضافه لعيبته اللي جايه هم استكمال للتشكيل لكن نرجع لمدلول مهم قوي لمصرنا الغاليه زي ما قلنا مصر الجديده حتى بالبيان اللي جاي لحضرتك والعنوان الرئيسي وهو اقصاء هذا الشغب والتعصب والانقسام اتحاد الكره يملك فرصه اكثر من رائعه لي يعني غسل كل خطاياه عليه ان يعلن المباريات وانا برضو بقول انهم اعلنوا مباريات في نفس التوقيتات يا استاذ محمود مع بعضها عليه ان يعلن من الان حكام دوليين في اوضه الفيران وفي الملعب وفي كل المنظومه في مواعيد محدده بتلفزيون محدد كل الاسابيع حتى الاسبوع 34 حكام دوليين مباريات الاهلي والزمالك في توقيت واحد مباريات منطقه الهبوط في توقيت واحد عليه ان يبدا غسل احزاننا على مواسم ضاعت في المناكفه اللي ما لهاش عازه لان يبدو كده ان الدوله المصريه ان شاء الله ناويه ان قوتنا الناعمه وهي الرياضه وفي القلب منها كره القدم وشفنا ازاي الدراما من رمضان اللي فات والانتاج البرامجي والتلفزيوني بدا يعود للمعانه هي ناويه ان تكون هناك
كرة قدم صناعة حقيقية، صناعة أمن قومي وصناعة بهجة في نفس الوقت. الجزء الفني الأهلي قادر إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. يعني أنا بشكركم طبعا كالعادة حضراتكم دايما متواجدين معنا وبنستمتع بوجودكم معنا. أنا بشكركم شكرا جزيلا. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. إن شاء الله نلتقي غدا وحلقة جديدة من البيت الكبير.